السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنىكم تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال، وشكرا لكم على المتابعة وعلى اللايكات، والله يجزيكم بخير، واللي ما مشاركش معايا يدخل يشارك معايا، وشكرا لكم. وقبل ما نبدا الفيديو نصلي عندي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم تعلم الله عند في شانيل، كنقدم لكم فيديو جديد إزراق الهبطة ديال الجلابة في توب قريب مختار بالحرير على كتات شعلات، وفيها ثلاثة الألوان، فيها نص طوق والهبطة فيها مزوقة بثلاثة الألوان، جوج ألوان واللون ديالها وحدة بريد وحدة رباطي. ونتمنى الفيديو يعجبكم وخليكم معايا إلى الأخير، ويجزيكم بخير. هاد اللون كنديروه بالبريد، اللون كنديروه بالبريد، وخليكم معايا إلى الآخر. هاد اللون الباج كريمي تنديرو طاج رباطي، غير ضربات في البلاندا عادية، متنديروش. وخليكم معايا إلى الآخر. تنديروها هاد الثالثة، تنديروها بالبريد، مرة واحدة عادية مرة واحدة بالبريد.
كنزوي على البلا انا تلو تنحس ب 10 12 على حسب عيني الميزان تنشوف القياس ديال المسافه اللي درت. البن تسوب بالباطي عادي تنحسب انا بيناتهم 20 تتحس ما بين وحدة والوحدة المسافة 20 غرفة. تديري البريك تحسبي 10 و تحسبي 4 ضربات تتوي 10 كيلويات و تتزرقي. هنا كنديرو لون لون الجلابة بطرف الباطي عاد تنحسبو 4 غرفات و تنديرو الخيط تندخلو البراق. شكرا لكم على المتابعة و الله يجازيكم بخير. وصلنا لنهاية كمال الجلابة و غنلوح لكم فيديو قصير كاملة كاملة هنا منحش الصدرية ديال الجلابة من بعد غنلوح لكم الصدرية تشوفوها. وشكرا لكم على المتابعة و الله يجازيكم بخير و
ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى حين بالحياة.